في فخ الحصار الاقتصادي وقعت قطر بعد أن أصدرت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين لائحة بأسماء كيانات وأفراد تم تصنيفهم باعتبارهم كيانات وأفراد إرهابيين. أكدت الدول الأربع في بيانها استمرارها في ملاحقة الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها. وبهذا الإجراء امتدت العزلة الدبلوماسية لقطر إلى عزلة دولية. وفي أول رد فعل عقب إصدار البيان أعلنت رابطة العالم الإسلامي إسقاط عضوية الإرهابي القرضاوي، كما فرض مجلس الوزراء الإماراتي عقوبات رادعة ضد كل من يتعاون مع الشخصيات والكيانات الواردة باللائحة. خدمة أجندات مشبوهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية وتعريض الأمن القومي للخطر، كلها اتهامات ثبت ضلوع قطر فيها من خلال شخصيات وكيانات عمدت إلى نشر الفوضى في المنطقة. وفي ظل إصرار قطر على سياساتها الازدواجية التي تدعي من خلالها محاربة الإرهاب، في الوقت الذي تدعم فيه الجماعات المتطرفة من المحيط إلى الخليج سعيا إلى مآرب سياسية، اتخذت مصر ومعها السعودية والإمارات والبحرين موقفا حاسما باعتماد لائحة تصنف 59 فردا واثنا عشر كيانا ضمن قوام الإرهاب المحظورة لديها. وأكدت الدول الأربع في بيانها التزامها بدورها في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وعدم التهاون في ملاحقة الإرهاب واستهداف مصادر تمويله، والعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة. ومن ضمن 59 فردا ضمت القائمة أسماء 26 مصريا يعملون في قطر ويحصلون على التمويل من أجل نشر الفوضى في مصر. وفور صدور هذه اللائحة أيدت رابطة العالم الإسلامي كل الإجراءات التي تهدف إلى ملاحقة الإرهاب وأعلنت إسقاط عضوية الإرهاب القرضاوي بمجمع الفقه الإسلامي، كما اعتمد الإنتربول نشرة حمراء ضمت أسماء الإرهابيين لملاحقتهم والقبض عليهم. وفي الإمارات اعتمد مجلس الوزراء لائحة الإرهاب وذكر في بيان له أنه سيلاحق كل من يتعامل مع الأفراد والكيانات الواردة بها، وكلف المجلس الجهات الرقابية بتتبع كل من يمتلك علاقات مالية أو تجارية أو فنية معهم. الإرهاب القطري الذي استمر في بث سمومه لسنوات أصبح الآن مكشوفا للجميع، وباتت القوى العربية أكثر اتحادا في الطريق لاستئصاله وتخليص عالمنا العربي من شروره. للمزيد في هذا الشأن ينضم إلينا على الهواء مباشرة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سيد السفير أهلا بحضرتك. ثلاث خطوات تم اتخاذها هذا المساء، بدأت بتصريح أهلا بحضرتك بدأت بتصريح لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ثم اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأخيرا التصريحات التي أدلى بها صراحة هذه المرة ببيان مكتوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف قرأت هذه الخطوات المتتالية؟ أظن على الصعيد الإقليمي توافق الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين على هذه اللائحة هي يعني بداية وضع النقاط على الحروف، فلم يعد هناك مجالا للحديث عن إيواء قطر للإرهابيين أو تمويلهم. الحصار المفروض سيأتي ثماره حتما. الموقف القطري عليه أن ينصاع للإرادة العربية. تغيير السياسات أمر أصبح مخرجا يكاد يكون وحيدا أمام النظام في قطر. اللائحة أيضا وانضمام الدول الأربع لصوت واحد تعبر في مضمونها عن التضامن والرأي الموحد، حيث حاولت بعض التصريحات القطرية أو البيانات التركية الإيحاء بأن هناك خلاف قطري خليجي. لا، هو خلاف قطري خليجي مصري عربي وإفريقي أيضا وعالمي. بعد التصريحات التي أشرت إليها سيادتك لوزير الخارجية الأمريكي وفي البيان الصحفي الصادر عقب مباحثات أو في كلمة الرئيس ترامب مع نظيره الروماني كانت واضحة أن قطر دولة ممولة للإرهاب. وأظن أن التحرك المصري أيضا في مجلس الأمن لفتح تحقيق في دفع قطر لفدية كبرى لإحدى التنظيمات الإرهابية العاملة في العراق وكذلك تمويلها للعديد من تلك الأنشطة هو أمر أصبح واقع
يفرض سواء كان من خلال اللائحة أو من خلال الملاحقة الدولية في مجلس الأمن على قطر واقع جديد عليها أن تنسحب من دعمها للإرهاب ومن إيواءها للعناصر الإرهابية التي صدر بشأنها أحكام واضحة. الأمور لا أعتقد أنها ستقتصر على موقف مصري عربي خليجي ولكنها ستتحول إلى موقف دولي يطال قطر وغيرها من الدول التي تدعم وتمول الإرهاب. سيادة السفير، كان من المفهوم أو من المعد سلفا وفق برنامج عمل البيت الأبيض أن هناك مؤتمرا صحفيا في توقيت معين بين الرئيسين دونالد ترامب وكلاوس يوهانس الرئيس الروماني. لماذا يختار الرئيس الأمريكي قبل هذا المؤتمر الذي سيتحدث فيه للمرة الأولى صراحة عن مسؤولية قال إنها تاريخية لقطر في دعم الإرهاب، لماذا يختار الرئيس المصري ليكون بينهما هذه المكالمة الهاتفية التي تبين فيما بعد أنها لم تخرج في قليل أو كثير عما أورده صراحة في مؤتمره الصحفي؟ هو بكل تأكيد كان الملف القطري محلا لهذا الحوار الهام الذي دار بين الرئيسين ترامب والرئيس السيسي. هناك إدراك أن الأمر لا يتعلق بالمنطقة ولكن يتعلق بمن يمولون الإرهاب الدولي. الرئيس ترامب يؤكد بشكل واضح للسيد الرئيس التزام الولايات المتحدة بالتوجه نحو وأد الإرهاب ومحاصرة عناصره والدول التي تقوم بتمويله وإيواءه على رأسها قطر، الذي أكد الرئيس ترامب في تصريحه ومؤكد أنه أكد ذلك للرئيس السيسي أنه سيكون إلى جانب الدول الخليجية والعربية مصر وأشقائها في الخليج لمواجهة هذا التوغل، سواء التوغل الإقليمي أو الإرهاب الذي تستضيفه وتموله وتسانده قطر أو غيرها. أستاذ سفير، للمرة الأولى ربما للمرة الأولى يبدو وكأن العرب هم بيدهم زمام الأمور هذه المرة، تتخذ الدول العربية مصر والمملكة العربية السعودية الإمارات والبحرين قرارا بقطيعة تحدد طبيعة الإجراءات من بينها بعض إجراءات التي توضع تحت زاوية الحصار، ثم بعد ذلك تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي برمته عن هزات ارتدادية لهذه القرارات. بالأمس الدول الأربع تقدم على قرارات بتصنيف أشخاص وكيانات مدرجين ضمن الكيانات والأفراد الإرهابيين، ثم بعد ذلك يأتي رد الفعل من قبل الإدارة الأمريكية. هل هناك تغير في طبيعة الأدوار التي كانت مناطة بالعرب من قبل ولا كيف يبدو الأمر؟ لا يبدو الأمر أن هناك تغير جيوستراتيجي إقليمي ودولي على قطر، وأظن أنهم أخطأوا في دراسة التحولات الإقليمية والدولية التي حدثت سواء على الصعيد الإقليمي وفي أعقاب القمة العربية في عمان وخاصة القمة الثلاثية في الرياض وما تم التوقيع عليه من مذكرات تفاهم بين دول الخليج والولايات المتحدة بوقف أي عملية لتمويل الإرهاب ومحاصرته. قطر كانت تظن أن الأمر إقليميا ودوليا كما كان معهودا مع الإدارة السابقة. حدث تحول في توجه الإدارة الأمريكية وحدث تحول في تلاحم إقليمي يسعى للقضاء على الإرهاب وتسوية المنازعات، تلك الأمور التي كانت قطر يعني عنصرا مؤثرا في تشتت الجهود وإيواء الإرهابيين ودعم الإرهاب وتوفير اللوجستيات المطلوبة قطر وغيرها. وأنا أكرر يعني أن ما طال قطر قد يطال الدول الإقليمية التي تساند الإرهاب. الرئيس الأمريكي أشار إلى هذه الدول وقال إنه لن يسميها، يعني أشار إلى قطر صراحة، ثم قال إن هناك دول أخرى لم يشأ تسميتها. ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على جملة المتغيرات الحاصلة في شأن أزمة يبدو وكأنها لها أفق نهاية؟ يعني أظن هي دي بداية النهاية لكل طرف سواء كانت دولة أو هيئة أو جماعة أو قوى إقليمية في المنطقة العربية أو في جوارها الجغرافي تدعم الإرهاب وتوفر لها اللوجستيات. صحيح لم يسميها الرئيس ترامب ولم أسميها حقيقة في حديثي، لكن على الكل أن يدرس ما دار ما حدث لقطر. أظن لن يكون له فقط تداعيات اقتصادية هامة، هو أيضا له تأثير سيكولوجي ونفسي على قطر، وهي تعزل عن محيطها العربي والخليجي، وهي سبق وأن خانت العهد، خانت
القيم والمبادئ خانت الأمن القومي العربي في الصميم، ودعمت جماعات إرهابية متطرفة، أهانت حتى القيم الإنسانية. والشعب القطري بكل تأكيد يعني يتألم، ودولته تمارس مثل هذه السياسات التي أفضت لواحدة من أكبر المآسي الإنسانية في سوريا. يعني طبعا هناك أطراف أخرى مسؤولة عما حدث في سوريا، ولكن علينا أيضا أن نؤكد أنه من الآن الصورة مختلفة، ومن الآن إما أن تعدل قطر وتجيب على الأسئلة بإجابات صحيحة، وإلا ستسقط في الاختبار. سيد السفير، يقولون في بعض ردود الأفعال السياسية أن هناك نظاما أو هناك رئيسا أو هناك مسؤولا يمارس سياسة الإنكار تجاه تصرف ما أو تجاه ما يجري من حوله. هل تظهر قطر بما تود أن تظهره كما لو كان لا مبالاة حيال ما يجري سياسة الإنكار، وما هي تبعاتها إن كان ذلك واقعا؟ شوف، أظن الخطأ الاستراتيجي الأول التي تعاقب عليه قطر الآن هي ممارسة سياسات هدامة في المنطقة العربية، واحتواء جماعات إرهابية متطرفة، وتمويل الإرهاب بالشكل الذي أدى لتعميق النزاعات وتفتت الدولة القومية وانهيارها في العديد من البلدان، وحجم المأساة الإنسانية الكبرى التي حاقت بالمنطقة عبر السنوات، وتعاملها بهذه الخفة وبدون مسؤولية وكرأس رمح لأهداف شريرة نالت من منطقة الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية وأمننا القومي واستقرارنا، عليها أن تدفع أثمانا أظن أقلها ما نشهده الآن. وكذلك أود أن أضيف أن آن الأوان لدول أخرى من خارج المنطقة أن تدرك أن ما يحدث الآن لقطر هو إيذان إقليمي ودولي برفض الإرهاب وإيواء العناصر المتطرفة، وعليها أن تستخلص العبر. أما إذا ما سعت قطر للإنكار كما ذكرت سيادتك في السؤال، أما إذا سعت للإنكار والاستقواء بقوة إقليمية، فهي تخطئ مجددا في الإجابة على الأسئلة. الإجابة واضحة أمامك، لائحة محددة تسعى للتخلص ليس من دور قطري مشبوه في المنطقة، ولكن التخلص من آفة نالت من شعوبنا ونالت من أمننا القومي ونالت من دولنا في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وها نحن ندفع أثمان إنسانية وتنموية هائلة. فعليها أن تتوقف، وعلى الدول الأخرى المتصلة بها والداعمة لها. الخطأ الاستراتيجي الثاني الذي ترتكبه قطر هو الاستقواء بقوة إقليمية، لن يسمح لها بالتواجد في الخليج، وسيكون واضحا أمامها أن هناك رد فعل منتظر لو تمادت أو تماهت مع الموقف القطري. نعم سيد سفير، في دقيقة واحدة لو تكرمت، يعني يقولون ان دولة ما يمكن ان تقدم على مسلك لتأسيسا على اسس مذهبية طائفية، او رغبة في الاستحواذ على مكاسب اقتصادية، او الرغبة في التوسع الجيوستراتيجي كما ذكرت. على اي تأسيس تؤسس قطر مسلكها الذي اصلت اليه قبل دقائق؟ أنا أظن أنها إما كانت تتحرك بمفردها بالتوافق مع بعض القوى الإقليمية الطامعة في فرض نفوذها وسيطرتها على المنطقة، أو كانت جزء من مخطط تمارسه دولة أكبر زي الإدارة السابقة للرئيس أوباما لتشتيت الشرق الأوسط وتفتيته لطوائف ومذاهب والسيطرة عليه، والأخطر كانت المحاولة الأخيرة للنفاذ للخليج في الوقت الضائع، حيث كان الإقليم قد تغير والإدارة الأمريكية قد تغيرت، والمأمول الآن شرق أوسط بلا إرهاب ومنطقة عربية تحافظ على أمنها القومي، تحافظ على الدولة القومية، تكون في القلب منها الدول العربية وأمنها القومي فوق أي طموحات وأي ممارسات أيديولوجية وأي دعم لتنظيمات إرهابية. والكل يعلم أن ما ستدفعه قطر ما لم تمتثل للإرادة العربية والحفاظ على المبادئ والمعاني التي جمعتنا عربيا وخليجيا، وحتى القيم الإنسانية التي جمعتنا بشركائنا، فهي خارج سياق التاريخ، وعليها أن تستعجل في الرد السليم والجواب الأوضح
والذي حددته اللائحة التي تم الإشارة إليها والتي حددها المجتمع العربي سواء في الإقليم أو المجتمع الدولي فيما يخص الإدارة الأمريكية وأوروبا وكل دولة رافضة للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل هي التي أظهرت قولها الفصل من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروماني. أشكرك شكرا جزيلا السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق منضما إلينا على الهواء مباشرة. شكرا لك.